الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وجود أكثر من 9 ملايين عراقي تحت خط الفقر في العراق، وأوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إحصائياتها الأخيرة عن ازدياد أعداد العاطلين عن العمل ومن يحتاجون لمعونات، لا سيما في فئة الشباب من مواليد 1993 والعائلات التي يتجاوز عدد أفرادها 7 أشخاص. وكانت الأمم المتحدة قد أكدت في تقرير سابق لها بأن ثلث العراقيين يقترضون ليشتروا طعاماً بعد سنوات من هدر الثروات بسبب استشراء الفساد وسوء الإدارة والتخطيط من قبل السلطات والأحزاب الحاكمة في البلاد. حذر صندوق الإسكان من خطورة اللجوء إلى المعقبين في تمشية معاملات القروض، وكشف مدير عام الصندوق ضياء موحد عن شيوع ظاهرة المعقبين في معاملات القروض واستغلالها للمواطنين من خلال أخذ مبالغ مالية كبيرة منهم، مضيفاً أن قضية تعديل مساحة العقار المراد للاقتراض من أجله محكومة بموجب قانون الصندوق، فإذا كان السند مستقلاً فإن المساحة غير محددة، أما إذا كان السند مشاعاً فالمساحة يجب ألا تقل عن 100 متر. كشفت دراسة أجراها البنك الدولي أن 73% من شركات القطاع الخاص في بغداد غير مسجلة رسمياً بهدف التهرب من دفع الضرائب. وذكرت الدراسة أن استطلاعات القطاع الخاص غير الرسمي أوضحت بأن تلك الشركات غالباً ما تكون مفقودة من السجلات الرسمية وقوائم الشركات النشطة والاستطلاعات على مستوى الأعمال والأنشطة التجارية. وبحسب الدراسة فإن 44% من الشركات غير الرسمية تفتقر إلى المعلومات حول مكان وكيفية التسجيل، فيما تمتنع 65% من الشركات عن التسجيل بسبب الرشاوى والاجتماعات والتفتيش والوقت والرسوم والأوراق اللازمة. أعلنت وزارة النفط الحالية أن مجموع إيرادات النفط لشهر تموز الماضي بلغت أكثر من 10 مليارات دولار، وقالت الوزارة إن صادرات النفط الخام بلغت 100 مليوني دولار و365,970 برميلا، وأشارت إلى أن معدل سعر البرميل واحد تجاوز 100 دولار للبرميل. أعلنت شركة تسويق النفط سومو أن الشركات النفطية الهندية والصينية كانتا الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر تموز الماضي. وذكرت سومو أن عدد الشركات النفطية الهندية والصينية التي اشترت النفط العراقي بلغت 7 شركات من أصل 35 شركة أوروبية وأمريكية قامت بشراء النفط خلال شهر تموز الماضي. أما الآن فإلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. ختام الموجز، إلى اللقاء.